السلام عليكم شباب وحياكم الله مره ثانيه في حلقه جديده في ويلو. وين احنا اليوم حسن؟ في بيونو كافيه في سند. عدل بيونو كافيه في سند ومعنا اليوم في الحلقه محمد يوسف. Salts and sweets, huh? Yes, sir. What's up for some? You have this is wedding cake, huh? Yeah. Custom? Wedding cakes, graduation cakes, birthday cakes. اها اني اوكيشن هني اول شيء خلينا نتكلم على السريع. هم عندهم مخبز هني عندهم مخبزهم الخاص. يو هاف يور اون بيكري كوركت؟ يس. كل شغلهم هني كل هاي اللي تشوفونه اللي هو خلينا نبدا من هني. كل شيء تشوفونه من هني الاملاء شو يسمون الموالح؟ معجنات. من المعجنات للسويتس والكيكس والخبز اللي هناك والرول والبخصم وحتى هاي الكاستم كيكس حق المناسبات كله شغلهم هم عندهم دليفري. هاي شغله وايد حلوه صراحه انه يكون محل كذي عنده دليفري. فهني مثل ما نشوف انه عندهم لو انت جاي حق شخص واحد تقدر تحصل حق شخص واحد كيك بس تاخذ حقك انت مثلا على السريع تاخذ تمشي او اذا انتم كنتوا جروب بعد فيه. فساعات لان تعرف تاكل في مناسبه كيك ولا في مكان بعدين يرد يصير خاطرك بس ما تروح تشتري لان الحجم وايد كبير. اوكي فهني القسم نقدر نقول القعده والكوفي شوب مالهم هني مسوين لهم قعده صغيره. لو احنا بنتكلم عنه ككوفي شوب كانطباع الكوفي شوب نشوف انه مهتمين هم بالديكور مهتمين بشيء يسمونه او نسميه سمبلسيتي بساطه ديكور بسيط قعدات شويه. انا اتمنى لو كنت اشوف اكثر من هاي النوع من القعدات ويكون جلد. انا احب الجلد لانه خمسة وخمسين أو ستين بوصة تقدر تشوف في مباريات يعرضون مباريات وهني بعد نون سموكينج. لاحظ أن الشاي مو مال البرادات العادي شاي شوي فرمي. هذه السندويتشات خليناها هي تختار لنا. فهذه أنا ماخذ أوريو طبعا الصحن نفسه ينأكل بعد مو هاي أقصد هاي. حسن ماخذ الريد فلفت ومحمد البيستاشيو. ضربوا شباب. هذا انا طلبت شنو بنانا بلو بنانا ما شنو طلع. وانا لما طلبت انا كنت افكر اقول شنو بلو يعني شنو بلو فطلع بار بلو بيريز وشغلات كذي. محمد طلب مانجو تانجو مانجو تانجو ولا تانجو مانجو ما شفت اسمه اسماء. وات از ذس؟ مانجو لاسي. مانجو لاسي نقول مانجو تانجو طلع مانجو لاسي. وحسن طلب له شاي وكان هادي مثل ما قلنا فيصلح حق دراسه يصلح حق اديتنج. طبعا في وايد انواع من السويت ما نقدر نجرب كل الانواع. اللي يعرف عصير عوار قلب بالكويت المانجو لاسي شبيهه. اتمنى ان انتم بعد تزورون المكان علشان تعطونا رايكم وتجربتكم في الكومنتس. خليتي بخصم حق البيت هاي بقابل السياره. وفي الختام لا تنسون تسوون لنا لايك شير وسبسكرايب ونشوفكم مكان جديد حلقه.